السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وقفنا مع بعض لغاية 3 وحدات من الأناناس، أدي 1 2 3، يعني فاضل في سطرين وسطر كمان اللي هو ايه زخرفة المفرش. هنعمل ايه 3 سلاسل، ادي 1 2 3. انا سايبة اخر صدفة وأناناس عشان نعملهم مع بعض في السطر ده. بعد كده هنعمل ايه، هندخل في الصدفة هنعمل عمودين زي ما اتفقنا، سلسلتين عمودين، كده تمام. ياريت نكون اشتغلنا اللي فات ده عشان نبقى ماشيين مع بعض. بعد كده نعمل 3 سلاسل، ادي 1 2 3. في اول فراغ هنعمل غرزة حشو، 3 سلاسل. تاني فراغ غرزة حشو، 3 سلاسل. ده اول فراغ، تاني فراغ، تالت فراغ غرزة حشو، 3 سلاسل. رابع فراغ غرزة حشو، وده اخر فراغ. الفراغات دي بتزيد وفراغات الاناناسة بتقل. بعد كده بقى نعمل ايه عشان نروح للصدفة دي، هنطلع 3 سلاسل، 1 2 3. نعمل ايه، عمودين سلسلتين عمودين، كده تمام. تمام، بعد كده هنعمل 3 سلاسل، 1 2 3. نيجي هنا في الأناناسة، نعمل في أول فراغ غرزة حشو. طبعا غرزة الحشو كلنا عارفينها، 1 2 3. ندخل في الفراغ ونسحب الخيط وناخدهم 2 في لفة واحدة. بعد كده 1 2 3، ندخل في الفراغ ونسحب الخيط في لفة واحدة، 1 2 3. ندخل في الفراغ ونسحب في لفة واحدة، كده تمام. ده السطر اللي هو ايه 3 فراغات. بعد كده هنعمل 1 2 3 عشان نقفل السطر. نروح داخلين في السطر ده ال3 غرز ارتفاع ونعمل منزلقة، ومنزلقة عشان نوصل لإيه للصدفة. طبعا احنا عرفنا ان الصدفة بيبقى فوقها صدفة، مفيهاش اي اختلاف. 1 2 3، ونطلع طبعا الاول 3 سلاسل ارتفاع وجنبها عمود، كده تمام. وبعدين سلسلتين عمودين، بعد كده نعمل ايه، ده بقى السطر الجديد. هنعمل 3 سلاسل، 1 2 3. وبعدين نعمل غرزة حشو في أول فراغ يقابلنا، 1 2 3. وبعدين غرزة حشو تاني فراغ، 1 2 3، 3 سلاسل. وبعدين غرزة حشو، 1 2 3، غرزة حشو، 1 2 3،
غرزة حش. طبعا فيديوهات المفارش دي استحالة تخلص في فيديو واحد، او بلوزة او سجادة، لازم الحاجات دي يبقى لها كذا فيديو على بال ما تخلص. ايوه هي بتطول بس بتدي في الاخر نهاية جميلة. ايه زي ده بالظبط، شايفين احنا بقى في السطر ده اخر غرزتين في الاناناس باينين اهو واضحين. بعد كده نعمل ايه؟ ثلاث سلاسل، واحد اتنين تلاته، وهنعمل صدفه فوق الصدفه زي ما اتفقنا. مفيش اي تغيير في الصدفه، هو التغيير كله في الشبكه اللي بين الصدفتين دي، غرزها بتزيد بتوسع معانا. بعد كده نعمل ايه؟ سلسلتين عمودين عشان نكمل الايه الصدفه كده، واضحه معانا. بعد كده بقى نوصل للاناناسه، نعمل ثلاث سلاسل، واحد اتنين تلاته، وبعدين نعمل غرزه حشو، واحد اتنين تلاتة، غرزة حش، واحد اتنين تلاتة، غرزة حش. شايفين بقى الناس قالت ازاي بقوم فراغين واضحين اهو قدامنا. بعد كده نبقى نعمل بخيط فاتح عشان يبقى واضح اكتر قدامكم اهو. خلاص فاضل سطر وكده الاناناسة تنتهي. هنعمل كمان واحدة عشان نبقى ايه فاهمين مع بعض. ادي واحد اتنين تلاتة، وبعدين ندخل في الصدفة، نعمل صدفة عمودين سلسلتين عمودين. على حسب بقى ما بتعملي بالخيط المقاس بيجيلك، مقاس كبير مقاس صغير، عايزه واحده صغيره وتشبكيها زي ده، عايزه واحده كبيره على بعضها، على حسب ايه حريتك. بس في الاخر ما فيش حاجه ايه مستحيله. واحد اتنين تلاته عشان ما نعقدش نفسنا ونقول ما فيش خيط. ممكن لو عندك خيوط وعايزه تعملي ملون المشكله دخليها في بعض واعملي كل سطر لون، هيديكي برضو الشكل اللي انت عايزاه. المهم انك تجربي وتعملي. واحد اتنين تلاته، واحد اتنين تلاتة، واحد اتنين تلاتة. ده دي لو حاجة ليكي انت يعني، لكن لو لحد اكيد هتشتري خيط جديد وهتعملي له اللون اللي هو عايزه. لكن ليكي عشان تتدربي اكتر وعندك شوية خيوط هاتيها واعملي، مش شرط انك تشتري خيط جديد حتى لو معكيش. يبقى لو في بواقي خيوط هاتيها واعملي على الاقل ايدك تتدرب وفي نفس الوقت تتعودي على الغرز، مفيهاش اي مشكلة. واحد اتنين تلاتة، نعمل برضو الصدفة عمودين يعني. انا قصدي اقول ان الامور لازم تخليها سهله وبسيطه، ما نعقدهاش. ان انت عايزه تعملي مفرش ليكي وعندك شويه خيوط عادي. بعد كده نعمل ثلاث سلاسل، واحد اتنين تلاتة، ونعمل بقى ايه الاناناس زي ما اتفقنا. ندخل في اول فراغ ونعمل غرزه حشو ثلاث سلاسل، تاني فراغ غرزة حشو ثلاث سلاسل،
تالت فراغ غرزة حشو. شايفين؟ اي قلت هيبقى متنية. بعد كده هنعمل ايه؟ هنعمل واحد اتنين تلاتة. ونعمل الصدفة. طبعا انا هكمل السطر ده وهسيب اخر صدفة نعملها مع بعض زي كل سطر، بس هكمل ده وارجع لكم. رجعت لكم تاني عشان نكمل اخر أناناسة مع بعض في السطر ونبتدي في سطر جديد. طبعا احنا عارفين الصدفة زي ما احنا بنعملها عمودين سلسلتين عمودين وبعدين ثلاث سلاسل بنثبتهم بغرزة حشو في كل فراغ. هنعمل ايه بقى في الاناناس؟ هنعمل برضو نفس النظام، ثلاث سلاسل ادي واحد اتنين تلاتة ونثبتها بغرزة حشو في اول فراغ. واحد اتنين تلاتة غرزة حشو في نص فراغ. واحد اتنين تلاتة غرزة حشو. خلاص هي كده بقت اتنين. واحد اتنين تلاتة فراغين عشان نطلع للسطر الجديد. هنعمل ايه في التلات سلاسل الارتفاع؟ هندخل ونعمل منزلقة ونعمل منزلقة عشان نوصل للفراغ كده. تمام. نيجي بعد كده بقى نعمل ايه؟ تلات سلاسل ارتفاع. ده اخر سطر في الاناناس. خلاص هي كده هتبقى فراغ واحد. بعد كده نعمل عمود عشان يبقى ايه؟ عمودين. التلات سلاسل ارتفاع عمود ودي عمود. بعد كده نعمل سلسلتين عمودين كده. تمام. ماشيين ايه؟ مظبوط. بعد كده نعمل بقى تلات سلاسل اللي بتطول معانا شوية، الفراغات اللي بين الصدفتين بيزيدوا. غرزة حشو، ثلاث سلاسل، غرزة حشو، ثلاث سلاسل، غرزة حشو، وفراغ اتنين تلاتة لغاية ما ينتهوا مع الايه؟ مع الصدفات. غرزة حشو، تلات سلاسل، غرزة حشو. بعد كده تلات سلاسل عشان نعمل الصدفة. ادي واحد اتنين، سلسلتين عمودين. ادي واحد، ادي اتنين كده. تمام. نفس النظام ده. احنا هنا بقى في اخر واحدة ايه؟ بعد كده بقى نعمل ايه؟ تلات سلاسل، واحد اتنين تلاتة ايه. وبعدين نعمل غرزة حشو في اول فراغ. واحد اتنين تلاتة غرزة حشو. شايفين الأناناسة كده خلصت، بقت فراغ واحد اهو واضح زي ده بالظبط. فراغ واحد كده. الأناناسة خلاص انتهت، فاضل بقى سطر نقفله وسطر الزخرفة ده. هنعمل بقى واحد اتنين تلاتة. هكمل بقية السطر وارجع لكم نعمل السطر الجديد. رجعت لكم تاني نعمل اخر السطر مع بعض، اخر صدفة في السطر ونكمل سطر جديد. هنعمل تلات سلاسل ونعمل عمودين س
سلسلتين عمودين. عمودين سلسلتين عمودين وبعدين انتهى السلاسل. طبعا الصدفة دي بقت معروفة خلاص. وجزء ده بعد كده ثلاث سلاسل وزيت حشو. ثلاث سلاسل في فراغات الصدفة اللي فيه دي اهي. ثلاث سلاسل وزيت حشو. ثلاث سلاسل وزيت حشو. ثلاث سلاسل وزيت حشو. ثلاث سلاسل وبعدين الصدفة. هذه عمودين سلسلتين عمودين. بعد كده نعمل ايه؟ ثلاث سلاسل ونكمل الأنس كده. خلاص الأنس خلصت. دي آخر وردة فيها يعني. خلاص بقت واحدة. شوف شكلها وردة من ازاي. بعد كده نعمل ايه؟ تلات سلاسل. واحد اتنين تلاتة. ونطلع في السطر الجديد. ناخد منزلقة ونقفل السطر. طبعا اتحفظت لان المفرش كله بنفس النظام. وبعدين ندخل منزلقة في الصدفة. نطلع تلات سلاسل عمودين. ده السطر الجديد. سلسلتين عمودين. طبعا الشغل اللي في الصدفة ده زي ما هو، مفيش تغيير. التغيير بقى هيبقى هنا عند الانس. واحد اتنين اتنين تلاتة. نعمل غرزة حشو. واحد اتنين تلاتة. 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 غرزة حشو. شايفين زادت قد ايه؟ كانت واحدة بقت اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة. بعد كده هنعمل تلات سلاسل. واحد اتنين تلاتة. وندخل على الصدفة نعمل عمودين سلسلتين عمودين. طيب دلوقتي خلاص الاناناسة خلصت. هنعمل بقى فيها ايه؟ هنروح عاملين تلات سلاسل. واحد اتنين تلاتة. ونثبتهم في اول في اخر واحدة في الاناناسة. هي دي مبقاش فيها اللي هي خلاص. نروح عاملين فيها غرزة حشو. شايفين؟ ونعمل تلات سلاسل تاني. واحد اتنين تلاتة. ونطلع الصدفة الجديدة. شايفين الصدفة بقت عاملة ازاي؟ اتقفلت خلاص.
السطر الجاي بقى هنقفل الصدفتين مع بعض. اهي خلاص كده بقت مفهومة، شايفين ان هو ده. بعد كده نقفل الصدفتين ونعمل الايه الزخرفة. هنطلع ثلاث سلاسل، واحد اثنين ثلاثة، ندخل هنا في الفراغ نعمل حشو، واحد اثنين ثلاثة في الفراغ نعمل حشو، واحد اثنين ثلاثة في الفراغ نعمل حشو. شايفين الخيط لما بيفلت؟ نرجع تاني عشان خاطر ايه ما يفوتش مني. نرجع نصحح الرز، اهي واحد اتنين تلاتة ورزة حشو، 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 واحد اتنين تلاتة. ونكمل الصدف عمودين، سلسلتين عمودين. بعد كده نعمل ايه؟ ركزوا في دي عشان دي ايه حاجة جديدة، اهي ثلاث سلاسل عشان نقفل الاناناس. نعمل هنا في اخر واحدة في الاناناس غرزة حشو، ثلاث سلاسل تاني ونعمل الصدفة الجديدة عمودين، سلسلتين عمودين. هكمل السطر وارجع نعمل اخر اناناسة مع بعض ونقفل السطر. رجعت لكم تاني عشان نكمل السطر ونبتدي في سطر جديد. عملت ثلاث سلاسل وبعدين نكمل الصدفة، ادي عمودين سلسلتين عمودين. ماشي، وبعد كده نعمل ثلاث سلاسل غرزة حشو، 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 ثلاث سلاسل. وبعدين نعمل الصدفة، عمودين سلسلتين عمودين زي ما اتفقنا. بعد كده بقى نعمل ثلاث سلاسل ونكمل الأناناس، ثلاث سلاسل وبعدين نقفل بغرزة منجلقة في ثلاث سلاسل ارتفاع، غرزة منجلقة عشان نوصل لفراغ الصف. بعد كده بقى نعمل ايه؟ هنطلع ثلاث سلاسل
هنعمل ايه؟ عمودين، سلسلتين عمودين. هنا بقى مش هنعمل ثلاث سلاسل، هنعمل اربعة. ليه؟ عشان هي دي اللي هنعمل فيها الزغرفة بتاعت المفرش، يعني في سطر تاني غير ده، السطر الاخير بقى. هنعمل واحد اتنين تلاتة اربعة، نعمل غرزة حشو، واحد اتنين تلاتة اربعة. لا هنا سوري، مش هنعمل صدفة، احنا هنا هنطلع تلات سلاسل ونعمل كلاستر، هنعمل عمود جنبها عشان الدور الجاي هنقفلهم على بعض. اهي عمودين بس، هنعمل في الصدفة عمودين اتنين بس ونقفلهم بغرزة واحدة، وبعد كده هنعمل تلات سلاسل. ادي واحد اتنين تلاتة اربعة، اربعة سلاسل ونقفل بغرزة حشو، واحد اتنين تلاتة اربعة غرزة حشو، واحد اتنين تلاتة اربعة غرزة حشو، واحد اتنين تلاتة اربعة غرزة حشو كده تمام، واحد اتنين تلاتة اربعة غرزة حشو، واحد اتنين تلاتة اربعة غرزة حشو، واحد اتنين تلاتة اربعة غرزة حشو، واحد اتنين تلاتة اربعة غرزة حشو. عايزين بقى نركز هنا عشان ايه الشغل في الحتة دي. واحد اتنين تلاتة اربعة، هنعمل ايه بقى؟ هندخل في الصدفة نعمل عمود، مش هنكمله، نطلع من حلقتين بس ونسيب الحلقتين على الابرة. هندخل تاني في الصدفة نعمل عمود وناخدهم الاتنين مع بعض، ادي مرة وادي مرة. نيجي في الصدفة التانية نروح عاملين ادي اهو، وبعدين نطلع منهم كله اهو، شايفين؟ عمودين في غرزة واحدة والتانية عمودين، وقفلناهم في بعض مفيش بينهم اي فراغ. وعاملين بقى بعد كده نعمل اربع سلاسل، ادي واحد اتنين تلاتة اربعة. هنعملها تاني وهتتفهم اكتر اهي، عشان الفراغات دي هي اللي هنعمل فيها زغرفة المفرش، هيبقى السطر الاخير اهي. بعد كده اربع سلاسل، واحد اتنين تلاتة اربعة، غرزة حشو، واحد اتنين تلاتة اربعة 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 غرزة حشو، شايفين؟ شايفين لما تقفل على بعضه اللي هو السطر ده، واحد اتنين تلاتة اربعة
غرزة حشو، واحد اتنين تلاتة اربعة غرزة حشو. عايزين نركز تاني في الصدفة عشان نشوف عملنا ازاي. دخلنا هنا في الصدفة عملنا عمود مكملناهوش، خدنا غرزتين بس، وبعدين عملنا عمود مكملناهوش، ناخد غرزتين في غرزتين اهي. نيجي في التانية نفس النظام، عمود اهو عمود، وبعد كده ناخد غرزتين في التلات غرز اهو. كده قفلنا الصدفة واضحة. كده تمام، نكمل السطر وارجع لكم نعمل اخر صدفة دي عشان اوريكم هنعملها ازاي، نقفلها ازاي ونكمل السطر الجديد. رجعت لكم تاني عشان نعمل اخر صدفتين مع بعض ونكمل ونعمل السطر الاخير للمفرش. هنعمل بقى ايه؟ تلات سلاسل، ادي واحد اتنين تلاتة. بعد كده نعمل ايه؟ ندخل في الصدفة منكملوش، والعمود التاني منكملوش، وبعدين ناخدهم الاتنين مع بعض. ندخل على الصدفة التانية نفس النظام، عمود منكملوش، وادي العمود التاني منكملوش، ونروح واخدين اتنين وتلاتة. كده قفلناها خلاص. بعد كده واحد اتنين تلاتة اربعة اهو. حبيت اعمل معاكم اخر صدفتين دول عشان يكونوا واضحين امامكم دول. بعد كده واحد اتنين تلاتة اربعة غرزة حشو، 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 واحد اتنين تلاتة اربعة غرزة حشو. واحد اتنين تلاتة اربعة غرزة حشو، واحد اتنين تلاتة اربعة تلاتة اربعة كده اربعة، واحد اتنين تلاتة اربعة غرزة حشو. ركزوا بقى في الصدفة دي عشان نشوف احنا قفلناهم مع بعض ازاي. هنعمل ايه؟ اربع سلاسل، واحد اتنين تلاتة تلاتة اربعة. بعد كده نعمل ايه؟ عمود في الصدفة ما نقفلوش، ناخد اتنين بس، وادي العمود التاني ما نقفلوش، ناخد اتنين في تلاتة. بعد كده نروح عاملين ايه؟ داخلين على الصدفة التانية فيها عمودين، تلات سلاسل ارتفاع وجنب عمود، نروح عاملين منزلقة ونروح قافلينهم مع بعض كده. كده تمام تاني. بعد كده بقى نعمل ايه؟ ندخل في الفراغ ده عشان نعمل السطر ده والاخير اهو بمنزلقة. ندخل في الفراغ نعمل بقى، نطلع تلات سلاسل، واحد اتنين تلاتة. نعمل بقى في الفراغ؟ نعمل تمن عواميد، واحد اتنين تلاتة اربعة. هنعمل اربعة
واربعه يفصل بينهم ايه غرزه البيكو. دي غرزه جديده اول مره تشوفوها. هنعملها ازاي بقى غرزه البيكو دي؟ هنطلع ثلاث سلاسل، واحد اتنين ثلاثة، ونيجي في اول غرزه عملناها اهي، نروح واخدين منزلقه اهي، وبعد كده نكمل الاربعمية عشان يبقوا تمانية. واحد اتنين تلاتة اربعة اهي، شايفين عاملة ازاي؟ هنا طبعا زي ما اتفقنا فرق الخيط وفرق الابرة بيديكي حجم اكبر اهي، بس هي دي. بعد كده هنعمل ايه في الاربع سلاسل اللي جنبهم؟ هنعمل غرزة حشو. شايفين؟ نيجي في الاربع اللي بعدهم نعمل غرزة اللي هي الزغرفة، اربع عواميد هما، وغرزة البيكو اللي هي عبارة عن ثلاث سلاسل ارتفاع، وبعدين نقفلهم في العمود بغرزة منزلق. نطلع بقى تاني، ندخل هنا في العمود ونسحب الخيط ونطلع من الثلاث سلاسل اهي. بعد كده نكمل عادي اربع عواميد، ادي واحد بتدي منظر جميل للمفرش، اتنين تلاتة اربعة. طبعا مش هنعمل في واحدة واللي وراها لا، اللي وراها نعملها حشو، عشان لو عملنا فيها نفس الغرزة دي هتبقى قافلة على بعضها مش هتبقى حلوة. لكن بنعمل في واحدة التمن عواميد وغرزة البيكو، واللي بعدها بنعمل غرزة حشو. ايه الاربع سلاسل بعدهم غرزة حشو، نيجي اللي بعدهم نعمل ايه؟ نفس الندوم، اربع عواميد واربع عواميد، يعني تمانية بيفصل بينهم غرزة البيكو. ادي تلاتة ادي اربعة. نعمل غرزة البيكو ازاي؟ نرتفع تلات سلاسل، نيجي في بداية العمود نسحب الخيط ونعمل منزلقة اهي، وبعدين نعمل اربع عواميد تاني بتدي منظر حلو. لو مش حابة تعمليها ممكن تعملي اربع سلاسل واربع سلاسل وتفرقي بينهم، مثلا اربع عواميد سوري واربع عواميد وتفرقي بينهم ثلاث سلاسل، هتديكي برضو ايه الدوران ده، بس دي شكلها حلو. ادي اربع يبقى كده تمانية. بعد كده نعمل ايه؟ نعمل غرزة حشو. طبعا المفرش كله هيبقى بقى ايه، السطر كله هيبقى بنفس النظام ده. خلاص ده كده اخر سطر ماشي. اعمل ايه تاني لغاية ما نوصل للصدفة عشان ايه تبقى واضحة قدامكم؟ يعني ندخل هنا من غير اي فواصل، هو اللي فاصل بينهم غرزة الحشو اللي في ثلاث سلاسل. هنعمل ادي اول عمود، تاني عمود، تالت عمود اهو، ربع عمود. بعد كده نعمل ايه؟ زي ما اتفقنا نرتفع تلات سلاسل، وبعدين ندخل هنا اهو في بداية العمود، وبعدين نسحب الخيط ونطلع من التلات سلاسل ومنزلقة. بعد كده نعمل ايه؟ الاربع عواميد، ادي واحد اتنين تلاتة اربعة. بعد كده نعمل ايه؟
نفس النظام، نعمل غرزة حشو. هنا بقى هنعمل برضو نفس النظام، مش هنفرق حاجة في الصدفتي. هنعمل هنا البيكو، نروح من هنا الحشو ونكمل. طبعا هي كده اتفهمت، بقت واضحة. ودي اخر سطر في المفرش. ياريت تكتبولي في الكومنتات ورقكم في المفرش وتنفيذه. معلش هو المفرش طويل بس حلو في التنفيذ. ياريت اسمع ارائكم في ايه. وشكرا جدا لمتابعتكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.